ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفين السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية سيادة السفير، كيف ترى قمة اليوم من حيث طبيعة وخصوصية العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي؟ يعني هي قمة مهمة للغاية لأنها تأتي في ظروف بتمر فيها المنطقة بحالة من التوتر الشديد، ليس فقط في غزة والحرب اللا إنسانية على غزة، وإنما أيضا الأزمات العربية المحيطة بالمنطقة. ولذلك فإن مصر لها علاقات قوية جدا اقتصاديا وتكنولوجيا وعلميا وتنسيق سياسي وتعاون في مكافحة الإرهاب منذ فترة طويلة. أيضا بالنسبة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية. سيادة السفير، دعنا نتحدث عن شق الأول في هذه العلاقات المصرية الأوروبية. نأخذ هذا الشق الأساسي وهو ملف غزة والأوضاع في غزة، وحيث أن مصر تعتبر الشريك الاستراتيجي والأساسي والضامن الأساسي في أي إتمام عملية سلام في الشرق الأوسط، وخصوصا في ضوء ما حدث بالأمس من نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتصديق على قرار بعملية اجتياح جديدة في غزة. كيف يمكن أن نستثمر هذا الوجود الهام لكل هذه القيادات الأوروبية في حل هذه الأوضاع القائمة الآن في غزة؟ يعني كما ذكرتي، هذه الدول يعني دول لها ثقلها وتدرك دور مصر في عملية السلام، وأن مصر كان لها دور رائد في عملية السلام وفي قبول إسرائيل في المنطقة بالرغم من كل تجاوزاتها. وبالتالي فهي تدرك أهمية الدور المصري على مستويين: أولا مستوى الأزمة الحالية وما تتسم به سياسة مصر من صبر وتقديم كل المعونات السياسية ومعونات إنسانية ومحاولة الوصول إلى وقف الإطلاق النار. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، أن ما تقوم به إسرائيل في الحقيقة يعني دول كثيرة ترى أن هو يهدد عملية السلام. ومن هنا القلق الأوروبي، وأنها جاءت لدولة، أكبر دولة عربية، دولة لها ثقلها، دولة مستقرة وفي يعني ثابتة في المنطقة، حواليها أزمات من كل جانب شمالا وغربا وجنوبا. فهنا التعاون مع مصر ست مصالح: أولا بيساعد على احتواء هذه الأزمة التي تساعدها إسرائيل وبالذات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة. ثانيا عدم انهيار عملية السلام، لأن عملية الدفع بالفلسطينيين تجاه قطاع غزة وإخلاء وإخلاء قطاع غزة منهم، ده بيهدد أولا أمن القوم المصري، ثانيا بيهدد بتصفيه القضيه الفلسطينيه. ومصر ترفض هذا، والرئيس اعلن هذا صراحه لكل الذين اجتمع بهم وبهم جماعته. فهنا الدول الاوروبيه تريد ايضا ان تساعد مصر في التغلب على الازمه الاقتصاديه التي تمر بها حاليا، وبحث تقديم مساعدات في عده مجالات للتنميه، خاصه الطاقه الخضراء او الطاقه النظيفه المتجدده، ودي اوروبا بتهتم بها جدا، وترى ان مصر ممكن ان تكون مصدرا حيويا لاوروبا في هذا المجال. يعني عندما يكون الطاقه التقليديه البترول والغاز وفي هذا الشق تحديدا، سيادة السفير، كيف يمكن أن نستثمر وجود كل هذه القيادات الأوروبية الهامة في الاستثمار في الطاقة وإنتاج مشروعات كثيرة من الطاقة المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة؟ يعني إحنا علينا جانب مهم جدا، وهو أن نتفهم ما هي المطالب المطلوبة. واعتقد ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بيرسي قاعده. يعني هم جاؤوا بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بس ان هو بيرسي قاعده اقتصاديه لها طبعا متطلبات صعبه، ولكن لابد من هذه المتطلبات. ايضا بالنسبه لمطلب تمكين القطاع الخاص، مطلب بالنسبه للاليات اتخاذ القرارات الاقتصاديه والماليه، لابد يبقى فيها شيء من المشاركه بالنسبه لرجال الاعمال، بالنسبه للمستثمرين، لان المستثمر المصري
هو الذي يجذب المستثمر الأجنبي. نعم. وبالتالي المشروعات ممكن على ذكر هذه النقطة تحديدا، هل برأيك كل هذه الأمور التي حدثت في الاقتصاد المصري وتطور الاقتصاد المصري وأيضا إبرام صفقة كبيرة مثل تطوير منطقة رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، هل كل هذه الأمور التي حدثت في الاقتصاد المصري من الممكن أن تعزز من ثقة مصر لدى الاتحاد الأوروبي وأيضا ثقة الاتحاد الأوروبي بإنشاء مشروعات تجارية واقتصادية كثيرة في مصر في الدخ في الفترة القادمة؟ يعني هو اللي بيهتم به الجانب الأوروبي، وحسب أنا يعني عشت في ألمانيا واشتغلت فيها فترتين يعني. نعم. فالألمان بيهتموا على سبيل المثال يعني، وده عنصر مهم، والإيطاليين طبعا والبلجيك وكل الدول الأوروبية تهتم جدا بأن القطاع الخاص في الدولة يكون له دور فاعل، من ناحية أخرى تكون كل التسهيلات والقوانين ميسرة. ولذلك هم عندما يريدوا أن يدخلوا في مشروعات مهمة بيتصلوا ليس فقط بالحكومات، لأن هي الحكومات تصدر قرارات، ولكن الذي ينفذ والذي ينصحهم ويعطيهم دليل اقتصادي سليم، دليل استثماري سليم، هو المستثمر المصري. نعم. يسألوه هل القوانين التي تصدر، الضرائب التي تصدر، الضرائب المباشرة غير المباشرة، هل دي مناسبة أو غير مناسبة بالنسبة اللي هي بعض الأعباء اللي هي ليست بتدخل في تكلفة الإنتاج. نعم. هل دي كبيرة أم صغيرة؟ كل هذه الأسئلة بيسألوها للقطاع الخاص. أما بالنسبة للحكومة فهم بيبصوا لحاجتين. نعم. الحاجة الأولانية اللي هي إصدار القرار الاقتصادي والمالي، هل بيمر بمراحل مناقشة ودراسة وحيث يبقى الكل مستوعبه وفعلا هو سيؤدي إلى عملية إنتاجية تكفي للسوق المحلي من ناحية وتصدر من ناحية أخرى لسداد الاقتصاد والفوائد. نعم. يعني دايما باستمرار أي مستثمر بيبقى عنده حاجتين أساسيتين، هل الإنتاج اللي أنا هنتجه هيغطي تكلفته ويحقق فايدة أم لا، هل عليه طلب في السوق المحلي وممكن أصدر جزء منه أم لا. فهنا احنا شفنا كل الاستثمارات اللي عندنا، عندنا استثمارات تركية ضخمة، عندنا استثمارات أيضا ألمانية في السنوات الأخيرة، ولكن كلها في مشروعات. الألمانية معظمها في مشروعات الطاقة الكهربائية، 3 محطات اللي أنشأتها، أو مشروعات القطار اللي سيكون من العين السخنة للعالمين، كلها مشروعات هي ترى أنها مش منتجة وبضمان الدولة، وبالتالي فما فيش يعني خوف عليها. لكن هي المشروعات الأخرى اللي هي بتزيد الإنتاج اللي بيستهلكه الشعب. لكن سيادة السفير، انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر كيف يمكن أن يؤثر على كل هذه الأمور التي تحدثت عنها الآن؟ هو في يعني كان حديث في الفترة الأخيرة هنا في بيننا في مصر كلنا بنتكلم فيه، الحكومة والخبراء بيتكلموا فيه، إن هو توجه اقتصادي جديد. نعم. لم يتبلور بعد، يعني في عقد كذا مؤتمر اقتصادي، وفي الحوار الوطني عقد جلسة أخرى بال4 أيام إضافية على المدة اللي كان ناقشها قبل كده في ديسمبر الماضي. نعم. عقد في الشهر الماضي 4 أيام ناقش فيها الخطة الاقتصادية أو التوجه الاقتصادي الجديد، وكله بيدور في هذا الأساس، التركيز على الإنتاج، الإنتاج الصناعي، الإنتاج الزراعي، إنتاج الخدمات اللي بنصدرها، مزيد من تدريب العمالة لتكون عمالة ماهرة أقدر أن أنا أعطي أن أصدرها، لأن هي العمالة للتصدير أيضا بس بشرط أنها تكون ماهرة. بالنسبة أيضا لمنظومة القوانين، فكل ده اتناقش ولكن لم يظهر، يعني هل الحكومة تبنته؟ هل هتقدمه للبرلمان؟ هل هتبقى منه في خطة؟ لم يعلن بعد، الكل في حالة انتظار. نعم. سيادة السفير، الاتحاد الأوروبي لديه استثمارات كبيرة في مصر تقدر ب 38 مليار و 800 مليون أو ملايين يورو، أي حوالي 39% من حجم طبعا الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مصر. برأيك هل من المتوقع بعد هذه الزيارة الأوروبية الهامة إلى مصر في زيادة الاستثمارات من الاتحاد الأوروبي داخل مصر وزيادة هذه النسبة أيضا؟
يعني هي زيارة افتتاحية مهمة وبتفتح أفق، ولكنها لا تنجز إلا بناء على دراسات الجدوى. يعني إيه قائمة المشروعات اللي احنا هنقدمها؟ يعني وإيه المشروعات دي؟ احنا بنعملها يعني تصور مبدئي، ولكن المستثمر بيعيد تاني دراسة الجدوى وبيختار هو من هذه المشروعات، مش أنا بختارته. يعني هو يختار المشروع اللي يناسبه. ما هي المشروعات؟ بتيجي شركات، عندنا شركات ألمانية في عدة مجالات، عندنا شركات إيطالية، عندنا شركات في من اليونان وقبرص في تعاون بيننا وبينهم. نعم. فبالتالي الاستثمار الأوروبي يعني عفوا مع أنه هو 38 مليار، أنا أرى أن ده يعني بالنسبة للإمكانيات المتاحة في مصر وبالنسبة لما تستطيع أن تفعله أوروبا مبلغ قليل. يعني احنا ممكن يتضاعف 3 مرات، ولكن لابد أن نهيئ الظروف، نستقر على سياسة اقتصادية. احنا يعني بقالنا دلوقتي سنة أو سنتين تقريبا من إطلاق الحوار الوطني، ولم نصل إلى استقرار على السياسة الاقتصادية. هم بيراقبوا. يعني هديك مثال، احنا عندنا الغرفة التجارية العربية الألمانية، وصلت الصورة سيادة السفير وعفوا للمقاطعة، السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.